الضاقة الحال في عيش تكابده واستفحل الهم وانتابتك أطراحه، فافزع إلى الله في ذكر تردده، إن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته، للخلق ذل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه فإن الصلاة على المصطفى مفتاح. صلوا عليه وسلموا تسليم حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معايا متابعين الكرام فيديو جديد، فضلا وليس أمرا لايك للفيديو واشتراك في القناة، جزاكم الله كل خير. ايه هي الحاجة اللي لو عملتها قبل ما نام كل يوم اكون من اهل الجنة؟ تعالوا نعرف مع بعض بعد ما نصلي على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحقيقة هي مش حاجة واحدة، هم حاجتين لو عملناهم بأمر الله تعالى نكون من اهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الأولى أننا كل يوم قبل النوم نقول دعاء سيد الاستغفار، ولما نصحى من النوم مع أذكار الصباح بعد صلاة الصبح نقول برضو دعاء سيد الاستغفار. يبقى هنقوله مرة بالليل بأمر الله ومرة الصبح طبعا مع أذكار الليل ومع أذكار الصبح، هو بيعد برضو من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. ايه هو بقى دعاء الاستغفار او دعاء سيد الاستغفار؟ ورد في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله بالليل موقنا به ومات في نفس الليلة كان من أهل الجنة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قاله بالنهار وموقنا به ومات فكان في ذلك اليوم فكان من أهل الجنة. يعني إيه موقنا به؟ يعني موقن بكل كلمة في هذا الحديث ومعترف بكل كلمة في هذا الحديث. يعني لما أقول اللهم أنت ربي يبقى أنا مليش رب غيرك، يا رب لا إله إلا أنت، أنت اللي خلقتني وأنا أعبدك يا رب وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لأن ربنا سبحانه وتعالى برحمته قال فاتقوا الله ما استطعتم، وبيقول بعدها أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني سامحني يا رب أنا بستعيذ بك من أي عمل عملته يغضبك يا رب العالمين، أبوء لك بنعمتي علي، أبوء يعني أعترف، أعترف يا رب بنعمتك وبنعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأبوء بذنبي زي ما بعترف بنعمتك عليا بعترف برضو إن أنا صاحب ذنوب وتقصير، وأبوء بذنبي في النهاية أو أعترف بذنبي في النهاية فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلام كله استسلام وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فلما نقول سيد الاستغفار مرة بالليل ومرة الصبح إن شاء الله ونموت في أي يوم بقى إحنا كده إن شاء الله نبقى من أهل الجنة بأمر الله تعالى. الحاجة التانية اللي هنعملها برضو قبل ما ننام في أي وقت من الليل بعد المغرب بعد العشاء بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء في أي وقت يعني قبل النوم، أهم حاجة برضو قبل النوم بنقرأ سورة الملك، هي سورة تبارك
اللي هي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ورد فيها أكثر من حديث، بعض أهل العلم ضعفوا الأحاديث، ولكن سيد علماء الحديث في هذا الكون وهو العلامة الألباني. لما نقول طبعا العلامة الألباني، ما نسألش حد تاني خالص عن الحديث، انتهى الموضوع عند العلامة الألباني، لأن ده أعلم من رأينا في علم الحديث رحمه الله رحمة واسعة. فالعلامة الألباني مصحح حديث سورة الملك، وأورد في ده 3 روايات، محسن فيها روايتين ومصحح رواية بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة، ما قالش المخففة، قال هي المانعة من عذاب القبر. وفي رواية عند الطبراني بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. سبحان الله وتعالى، في 5 دقايق نقدر نضمن الجنة سبحان الله إن شاء الله تعالى بقراءة سورة الملك، وهي سورة من 30 آية بنقراها في 5 دقايق، وهي سورة تبارك، وبقراءة سيد الاستغفار كمان. يبقى هما دول الحاجتين اللي لو عملناهم قبل النوم ومتنا وأمر الله في تلك الليلة أو في الصباح اليوم التاني بفضل الله تعالى، نكون إن شاء الله ضمننا إن إحنا نكون من أهل الجنة. زي بالظبط برضو لما بنقرأ سورة أو آية الكرسي بعد كل صلاة، بيبقى مفيش بيننا وبين الجنة حجاب سبحان الله. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وشفاء صدورنا، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم اجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنان. أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. بالله عليكم ترك تعليق بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.